تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيق، وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورت سودان بدولة السودان، محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية الغذائية والإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصري. وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر احتياجا بدولة السودان الشقيق. ومن جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. الحقيقة النهاردة احنا سعداء ومتشرفين بوصول المركب الحربي المصري اللي جت النهاردة بتوجيهات من القيادة السياسية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللي وجه بإرسال هذا المركب للسودان الشقيق استمرارا للجسر الجوي والبحري اللي وجه سيادته بتوجيهه للسودان اعتبارا من احداث 15 ابريل الماضي. ساعدنا بتصديق السيد القائد العام للقوات المسلحه ايضا على سرعه ارسال هذا المركب تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه. المركب دي جسر ورمز ومؤشر كبير لما تقدمه وستقدمه مصر من دعم لإخوانها في السودان. احنا حقيقة سعداء هذا الصباح أن نكون في استقبال الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية والصحية والطبية اللي تقدمها الحكومة المصرية لإخوانهم في شعب السودان نتيجة الأزمة التي حصلت أخيرا. نحن حقيقة سعداء جدا أن نتقدم بكل الشكر لإخواننا في جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا لهذا المجهود، وأنه بصورة خاصة للقوات المسلحة المصرية التي قاموا بترحيل هذا الجهد الكبير وكل الجهات الداعمة لهم. نحن حقا نتمنى أن تزول هذه الأزمة قريبا وتعود العلاقات إلى علاقات بتاعت مشاركة وتنمية ومشاريع متقدمة إن شاء الله. شكرا بارك. إحنا الآن في ميناء بورت السودان بنستقبل الباخرة أبو سمبل، الباخرة المصرية التي تحمل 270 طن من المساعدات الإنسانية لأشقائهم هنا في جمهورية السودان. وإحنا بهذه المناسبة شكرنا بنرسله حار جدا للشعب مصر ولقيادة مصر الحكيمة ولكل أهلنا في شمال الوادي بهذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم العلاقات ويعززها. وفي سياق متصل، وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعايا المصريين والسودانيين القادمين من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية التي قدمت المساعدات بالسودان. ووجه الرعايا فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والاهتمام. قاعد احنا شايفين مصر وشايفين ولادنا اللي راحوا جابونا من هناك لغاية هنا، شايليننا على كفوف الراحة من هناك لغاية لما وصلنا هنا. إحساس يا ابني لا يوصف بالأبطال دول، جيشنا العظيم والبحرية العظيمة، والله يا ابني ما بكد، جيش مصر العظيم وقائدنا قائد عظيم، حمونا وأكلونا وشربونا والله والله هنقول لك ايه، هناك الله يكون في عونهم يعني ماشي. امال احنا عندنا دوله الامن بالدنيا، وعندنا دوله اسمها مصر، والله عندنا دوله اسمها مصر، والله ما في زي مصر، ويمين الله ما في زي مصر ولا رئيس مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الله يكرمك يا الرئيس السيسي، انت يعني عملت فينا كل خير، رحمتنا من الموت، ربنا يكرمهم. خدمونا 3 أيام 3 ليالي اكل وشراب وخدمه، مقصروا معنا ابدا، ربنا يحميهم. بنشكر ربنا ان احنا وصلنا بالسلامه الى سفاجه. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحه والعرسيم وزير الدفاع، نشكر القوات البحريه، ونشكركم كثيرا على حسن الضيافه والاستقبال، قدمتوا لنا جميع الخدمات من وجبات ومن اي حاجه. ياتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخيه والقوميه التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.